اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن كل الالعاب بدانا نخلص من الادوار التمهيديه، بنروح على الادوار الاشد شويه، الادوار الثانيه. هتلاقي كل ده في كل الالعاب، يعني حتى في كره الطائره رجال خلصنا الدور الاولاني الذهاب والعوده، وطبعا كنا غطينا لحضراتكم مباريات كتير. يمكن اول سنه نقرب من الفرقه في الدور ده ونشوف قد ايه بيحصل روتيشن ما بين اللعيبه. اتاهلنا من مجموعتنا احنا وفرقتين كمان، الاهلي وسبورتنج وهليوبلس. هليوبلس حسم المركز الثالث من مجموعتنا، فالثلاثه اتاهلوا. طب هنروح على مين؟ احنا رايحين على ثلاث فرق تانيين هنلاعبهم، احنا مش هنلاعب الفرق اللي احنا صعدنا معاها خلاص، هنلاعب الفرق اللي جايه لنا من المجموعه الثانيه. طيب مين اللي جاي معانا؟ جاي معانا بتروجيت الاول، طلائع الجيش اول، بتروجيت ثاني، مصر البترول ثالث. الثلاث فرق دول احنا هنلاعبهم ذهابا وعوده، بس احنا طالعين بالنقاط بتاعتنا. اذا دخلنا ليفل ثاني، ليفل اعلى شويه في المباريات، ليفل هتكون اشد طبعا. نادي طلائع الجيش نادي جامد فنيا، كابتن ابراهيم فخر الدين عامل شغل معاهم كويس، بتروجيت نفس الكلام، هاني مصالح عامل شغل كويس، عندك مصر البترول برضو من انديه الصاعده وبقوه. طبعا الاهلي في الدور الاولاني حقق الفوز في 10 ماتشات، كان اخرهم طبعا ماتشين اسكندريه اللي هو طبعا كان اسكندريه البترول، وكان ماتش سبورتنج. الماتشين اتلعبوا ورا بعض 2-2 و3 او حد واتنين، وتاهلنا للمرحله الثانيه طبعا بالعلامه الكامله، والجميل كمان بكل بنفس النتيجه 3-0 وفرق كبير. طب الاحلى من كده كمان اللي شفناه في الماتشات، كابتن محمد مصلح عمل روتيشن من كل اللعيبه، شفنا الحسين بيلعب، شفنا بس للاسف عندنا اصابتين في مركز ثلاثه. طيب ايه تاني؟ الامريكي المحترف جاليت رجع شارك اخر ماتشين، فاذا الدنيا ايه يعني، بس هو مش مركز ثلاثه. محسن عامل ماتشات كويسه جدا، عندك عادل هايل، عبد الله عبد السلام العادي بتاعه اسطوره، صلاح ممتاز، الحسيني، عندك زياد، كل اللعيبه دول داخلين بشكل جيد وطمنا عليهم كلهم. فاذا كره اليد، كره الطايره رجال، تاهلنا للدور اللي بعد كده، الماتشات هتبقى اقوى، بس انا متوقع ان شاء الله باذن الله ان فرقتنا شكلها حلو، مقدمين مستوى كويس، في ثبات، احنا ان شاء الله بدون مقاطع الله ان شاء الله بطل الدوري والكاس السنه دي باذن الرحمن. لو في بطوله افريقيه برضو ان شاء الله هنكون ابطالها، لان الفرقه شكلها حلو باذن الله، ربنا بس يحميهم من الاصابات. هنروح للسيدات، بيوصلنا يعني نتائجهم القويه جدا وسلسله انتصارات، الانتصار رقم 80 على التوالي، ما زلنا يحطمنا الارقام القياسيه. كان اخر مباراه مع نادي الصيد، المباراه اتلعبت اول امبارح وكانت في صاله الامير عبد الله الفيصل، ودي لقطات من المباراه، فزنا على الصيد 3-1. الحلو في الموضوع شايفين طبعا الاحضان والاناق كلهم زمايل وكلهم بيلعبوا منتخب مصر او زميلات لبعض في منتخب مصر. الجميل بقى ان احنا خسرنا اول شوط والفرقه تدرجت ده، وكابتن حمدي الصافي كان عنده حاله من الهدوء غريبه جدا كان يحسد عليها بالرغم من خسر الشوط الاول، ولكن كسب ثلاث اشواط انارول ورا بعض 3-1 وانتهت المباراه بالفوز. كاميرا الابطال ما فوتتش الحدث ده، كنا هناك في قلب الماتش، عملنا التقرير ده مع كابتن حمدي الصافي وشروق فؤاد وزين العالمي. نتفرج على التقرير وارجع لحضراتكم تاني. مباراة مهمة، كان قبل مباراة الزمالك إن شاء الله في ختام الدور الأول، معروف نادي السد عنده مجموعة من اللاعبات كويسين جدا، أدوا أداء كويس في الشوط الأول، ولكن إحنا في الشوط الثاني والثالث والرابع قدرنا نعالج بعض الأخطاء اللي خلتنا نخسر الشوط الأول، بس الحمد لله رجعنا وابتدينا نهتم شوية بالإرسال بتاعنا والاستقبال، ظبط الملعب، نوعنا شوية في الخط الهجومي بتاعنا، فالمباراة بعد كده بقت أسهل كتير يعني. طبعا النهاردة إحنا بنلعب من غياب لعيبة مهمة جدا، عندنا آية الشامي أحسن لعيبة في افريقيا، عندها شرخ في الصباع ان شاء الله هترجع بعد 3 4 اسابيع، عندنا نهله سامح دور برد يعني كان تعبها شويه، عندنا هانيا المعده برده الثانيه، هانيا خالد عندها اجهاد شويه في الركبه، بس الحمد لله يعني اللعيبه اللي موجوده ادت وكانت فرصه ان احنا نشرك مجموعه من الناشئين النهارده، يعني عندنا فريده الحناوي، عندنا مي غزال من ناشئات النادي الاهلي، وادوا اداء كويس مع المجموعه الكبار يعني الحمد لله. الفتره القادمه احنا عندنا الدوري، نهايه الدوري مع الزمالك يوم الجمعه، يبقى ليها استعداد خاص ان شاء الله اليومين الجايين، ناخد بكره راحه ونستعد الاربع والخميس ان شاء الله باستعداد قوي للماتش دوت، بعد كده عندنا الراحه بسيطه 10 ايام بعد الدور الاول، يعني هنديهم شويه راحه وبعد كده هنبتدي نشتغل استعداد للدور الثاني والبطولات اللي جايه بقى ان شاء الله، نشوف مواعيد افريقيا وكده بحيث نستعد بيها استعداد قوي. فريق طبعا فرقه السيد فرقه كويسه قوي من السنه اللي فاتت برده،
احنا في الاول بس كنا متنشنين يعني مش فاهمين بعض في الاول، بس قدرنا نرجع تاني للماتش يعني ونفذنا الحاجات بقى اللي كان بيقولها الكابتن حمدي. احنا ما كناش تقريبا بنعمل اي حاجه من اللي هو قالها خالص في الشوط الاولاني، عشان كده يعني ظهر بالشكل ده. فنفذنا كل حاجه والحمد لله يعني الشوطين الثلاث شوط بعد كده كسبناهم فرق سكور. هو ماتش برده هيبقى ماتش من الماتشات القويه يعني في الدوري عندنا. طبعا كابتن حمدي اكيد مصورهم كتير جدا فعمل سكاوتنج عليهم، فكل تمرينه بقى بنشوف اتجاهات ضرب كل لاعبه فيهم، بندرسهم، بنحفظ يعني يعتبر بنحفظ يعني الماتش قبل ما بندخل ونشتغل عليهم، وان شاء الله يعني الماتش ننفذ الحاجات اللي هو بيقولها ونكسب ان شاء الله. بجد يعني هم الحاجه الحلوه اللي في النادي الاهلي بجد. هم طبعا وحشونا، اللعب من غيرهم حاجه وحشه جدا، ومشتاقنا لهم يعني في بطولات افريقيا، وان شاء الله يا رب يزيل بقى الكورونا دي يا رب ونرجع تاني يعني. الحمد لله الدنيا كانت كويسه. الماتش في الاول كان صعب قوي طبعا، بس احنا علشان في الاول ما الدنيا ما كانتش مظبوطه غلطنا غلطات سهله قوي، فكابتن حمدي طبعا جمعنا وقف معانا اللي هو لا احنا لازم نعمل اللي هو قال عليه في التمرين، فالحمد لله عرفنا نرجع تاني للماتش يعني. هو اكيد كابتن حمدي مش هيسيبنا عشان احنا الماتش طبعا ما طلعناش 100% بتاعتنا، فاكيد هيتك على حاجات كثيره قوي التمرين الجاي، واحنا هنركز طبعا عشان ماتش الزمالك يبقى ليه طعم تاني يعني ان شاء الله. ما هو احنا يعني فرقتنا مش بجيف اب خالص، فاحنا بنجمع بعض ونشجع بعض، لو حد مش عارف يرجع لمستواه بنقول لا عادي يعني لسه بدري قوي، واللي يغلط التاني بيشيله، فعشان كده عرفنا نرجع يعني. طبعا السيد فرقه كويسه جدا والمفروض يعني هي من الفرق المنافسه، فاحنا يعني الحمد لله الماتش ما كانش سهل، بس احنا الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نجمع نفسنا يعني ونكسب. طبعا الجيم الاولاني لان احنا كنا يعني ما كناش لسه مسخنين قوي، فطبعا لما هم عليوا علينا وكسبوا الشوط طبعا ده خلينا ان احنا محطوطين تحت ضغط، بس الحمد لله يعني احنا قدرنا ان احنا نكسب الثلاث جيمات اللي بعدين. طبعا بنحاول ان احنا يعني نحافظ على الريكورد ده ان احنا ما نخسرش ولا ماتش، وان شاء الله ان احنا ناخد الدوري والكاس، وان شاء الله لما نشارك في العربيه والافريقيه. بقول لهم شكرا، وانه بجد ان انتم معانا على طول، وهو ده اللي بيحمسنا وبيخلينا فعلا عندنا دافع ان احنا نكسب يعني. اقول لحضراتكم والله وانا بتفرج على التقرير كده يعني بتحس ان هو النادي الاهلي حاجه يعني منظومه يعني بامانه تشرف يعني، سواء نشاطات رجال سيدات حتى اصحاب الهمم كره قدم، تحس النادي الاهلي منظومه الحقيقه يعني تبقى فخور وانت قاعد تتابع اخبارها وتحس قد ايه المؤسسه والمنظومه دي. وده كان المنطلق اللي كان عليه جائزه يعني محمد بن راشد اللي خدها النادي الاهلي منذ ايام، دي كانت ما جاتش من فراغ، نتيجة الناس كلها شايفه اللي بيحصل وشايفه ازاي النادي الاهلي مؤسسه اقتصاديه اجتماعيه رياضيه، مؤسسه كبيره وبتقوم بدور في المجتمع المصري بشكل كبير. الحقيقه الواحد بيبقى فخور جدا لما بيلاقي كده بنات النادي الاهلي ورجال النادي الاهلي واصحاب الهمم وكل الدنيا اللي في النادي الاهلي دي بتحصل، طبعا بالاضافه لمعشوقتنا كلها كره القدم. النادي الاهلي منظومه كبيره ومؤسسه كبيره جدا.